مساء الخير، أهلا وسهلا بالحبايب. رح أسمعك يا حبيبي كيف سلطان الطرب مغنى للعظيم فريد مليش أمل، كيف الجمهور ما يطالبوا بدنا لفريد لفريد. وبيقول طبعا الأستاذ جورج مطرب رائع، والمطرب الرائع بحب كل المطربين الكبار، هاي أكيد. الأستاذ جورج أنا واثق أنه يعشق فن عبد الوهاب وفريد وإلى آخره، لكن اليوم بس بدي لكم شغلة، في صوت بيركب مع صوت، في صوت ما بيقدر يركب قد ما يكون. الصوت بيكون بميل للقرارات، هو ما عنده قرار. الصوت في تينور فوق، ممكن هو التينور هذا بيركب معه. هلا بتشوفوا أم كلثوم تلاقي الستات ما يغنوا له والرجال ما يغنوا له. ليش؟ لأنه أم كلثوم صوتها في خصب، يعني أم كلثوم فوق صوت الست المليان، تحت الخصب فيه العراضة الألط الجميل اللي بتركب مع الرجل، مخليك تغني لأم كلثوم. الميزة عند الموسيقار الخالد فريد الأطرش كتير صعبة. كيف صعبة؟ يعني أنت بتشوف لحن من سمعتك فيه بتقول هذا فريد الأطرش، ممكن ست بدها تغني، نور الهدى، فايزة أحمد، صباح. الشدة عند فريد قديش فيه قوة في اللحن عنده الشرقي، بينطق خاص اسمه فريد الأطرش. مش أي مطرب في غني لفريد الأطرش، ديروا بالكم فريد الأطرش صعب صعب. النفس عند فريد، النفس فريد صوته بيطلعه من صدره هو طالع، نفس طويل، مقدرة ربانية، غرابي بيغني بغرابي فريد الأطرش. بعدين في شيء عند فريد ما حدا بيعرفه، ولا بتشوف اللي ما يقلد عبد الحليم او عبد الوهاب او وديع او جرب انت قلد فريد الاطرش او غني لفريد بتطلع كاركتر. في سر الله يرحمني هاد طرباي كان صديقي، وغنات انا وياه سوا بباريس، واشتركنا باحد مهرجانات المحبه والسلام في اللاذقيه. كان بيموت على فريد، لكن كان غالبه فريد، يعني اي حركه. تذكر لما شاكر الموجي رحمه الله عطاه يا أميرة يا بنت الأمرة، كان عم يحفظه على العود، أنا كنت موجود. قال له دي لبقت لك تقول فريد ملحن لك اللحن ده، والله سمعني يا حبيب قلبي سمعني. فبتذكر هذا كله يا أميرة، كان هو الله يرحمه، يا أميرة يا بنت الأمرة. يقول له أوه طيب تركنا من فريد حاجة شوية لو سمح. شو يقول له؟ يقول أنا صوتي هيك لهلا ذاكر. يعني فريد في عنده كتير قوة بالصوت. فأما الوسوف أنا واثق يعشق، وكنت أتمنى يا ريت يا ريت لو أنه الوسوف لحق فريد أو انتقى كام أغنية من أغاني العظيم فريد وغناهم، قدي كان جمل الجمال فوق جمال. منشوف هون الأستاذ جورج كيف أحد الجمهور ما يقول له فريد الأطرش فريد الأطرش، إنه أنا بحبك نسمع صوتك كيف فريد. بصلت دغري على البيت وبيقول له ماليش أمل يا حبيبي فيك. الله كنت أتمنى يا ريت إنه الأستاذ جورج يكون غنى في كتير أغاني لفريد تركب 100% مع صوت الوسوف. وهلا من بعد أمركم اسمعوا هالمقطع الصغير الجميل ولو كان نصف دقيقة. تفضل. اخترعني وفريد الأطرش الليدي ماليش أمل حبيبي فيك، الليدي يا عمر يا شوف اللي نقى شيء قريب لروحه، شوف كيف دخل مليش على البيات وانقفل عنها وند. يعني هذا هو المطرب اللي كل حركة بصوته بتطلع لنا نغمة. هذا هو الفنان اللي انت بتقول بدي تسمع عليه. لذلك رجع اسمع اول همسة فريد كيف بلي اللي بياخدك من عالم الى اخر. قدي هدول تعبوا توصلوا لنا هذا الكنز من السمع من الأناقة. واليوم في هذا الزمن الغريب تحطم كل هذا الجمال
وكله انتهى. يا لطيف أنت اللطيف، الله يطول عمرك أبو وديع يا حبيب القلب، تبقى أنت من سلالة أهل الطرب، من سلالة الجمال. يا رب تخلي لنا سلطان طرب أستاذ جورج. أتمنى عليك يا ريت أنت إذا ما سمعت يسمعوك، يا ريت تختم لنا الفن الجميل أغنية العظيم فريد، يا جميل يا جميل يا جميل. هيدا اللحن مرسوم خاص لشخصك ولصوتك يا حبيب القلب أبو وديع. والله يطول عمرك ويشفيك من كل مرض، ويخلي لك جمهورك العريض الجميل اللي بيعشقك واللي هو الأكسجين الحقيقي لصوتك. حبيبنا هاي الحلقة كانت عبارة عن دعاء بهيك ننبسط ونتسلى، ورغم ذلك انه الوسوف شوف كيف الذكاء عنده سرعة البديهة، مجرد قال له فريد كيف طلعت معه ملش أمل. إذا معناته كان بيحب فريد، معقول واحد بيحب واحد دغري بتطلع معه؟ بيحب فريد. بس كما قلت لكم فريد في عنده شيء بصوته غريب، وكان كتير في ألحان لفريد كان لازم يغنيها الأستاذ جورج، كانت عملت معه رصيد أكبر وأكبر وأكبر. وإن شاء الله إن شاء الله استعنا أمل أنه حبيب قلبنا أبو وديع إن شاء الله بنقي كام لحن حلوين لفريد، هيك بتكون زيني من أعماله اللي خلدت عند جمهوره. والله يطول عمركم وعمر وعمر كل إنسان بيغني حلو، وعمر كل واحد بيسمع حلو، كل واحد بيكتب حلو، كل واحد بيشاهد حلو. ما في أحلى من الجمال، هو المصدر الحقيقي للإنسان وللطبيعة. وأهلا وسهلا بكم حبايب على الدوام. أهلا أهلا أهلا.